نشن مكتب التربية العربي لدول الخليج وجامعة الخليج العربي الكرسي العلمي المشترك في الهوية والمواطنة الخليجية، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين، والدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، والدكتور سعد بن سعود ألف هيد رئيس جامعة الخليج العربي. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير التربية والتعليم أن تدشين هذا الكرسي يأتي انسجاما مع الدور الرائد الذي يلعبه مكتب التربية العربي لدول الخليج وجامعة الخليج العربي باعتبارهما لبنتين هامتين ضمن منظومة العمل التكاملي المشترك التي أرساها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ نشأته، ويمثل تأكيدا على ما يجمع الدول والشعوب الخليجية من روابط تاريخية وطيدة ووشائج قربة وتعاون وثيق في ظل رعاية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم. من جانبه أكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج أن تدشين الكرسي العلمي للهوية والمواطنة الخليجية يهدف إلى تنمية الاهتمام بمجالات الهوية والمواطنة الخليجية، ويدعم البحث والتأليف والترجمة وإصدار الوثائق والحقائب التدريبية في هذا المجال. إلى ذلك ثمن رئيس جامعة الخليج العربي اهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون بالهوية الخليجية وحرصهم على تعزيز قيم المواطنة ودعمهم المستمر لمسيرة التعليم إيمانا منهم بأن أساس تطور الدول هو ذلك. وقد تم بهذه المناسبة توقيع إنشاء الكرسي البحثي المشترك بين مكتب التربية العربي لدول الخليج وجامعة الخليج العربي، وتوقيع مذكرة بين مكتبة المكتب والجامعة. تم اليوم تدشين الكرسي البحثي المشترك ما بين مكتب التربية العربي لدول الخليج وجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين في الهوية والمواطنة الخليجية. وهذا الكرسي في الواقع سوف يتمخض عنه مجموعة من الأبحاث والدراسات والورش والدورات التدريبية المتصلة بترسيخ الهوية والمواطنة، وهذا الموضوع مهم جدا لأنه يأتي في مرحلة تعمل فيه مختلف دول العالم على ترسيخ هويتها، وأيضا التعامل مع مختلف المؤثرات الدولية التي طبعا يكون لها انعكاس في كثير من الأحيان سلبي على المجتمع وعلى الأسرة وعلى تنشئة الفرد. لذلك هذا العمل المشترك اليوم ما بين مكتب التربية العربي وجامعة الخليج العربي يأتي تنفيذا لطبعا السياسات والاستراتيجيات المقررة من قبل المؤتمر العام والمتمثل في أصحاب المعالي والسعادة وزراء التعليم في دول مجلس التعاون الخليج العربي، تحقيقا لتوجيهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قال الدول مجلس التعاون الخليجي. فتمنياتنا إن شاء الله لهذا العمل البحثي المشترك بكل التوفيق والنجاح، ونتطلع على الاستفادة من التوصيات التي سوف يخرج بها حتى نستفيد منها على مستوى المؤسسات التعليمية المدرسية ومؤسسات التعليم العالي بإذن الله. أبحاث علمية رصينة وبرامج وأنشطة نوعية تثري الساحة الثقافية الخليجية سيقوم بها الكرسي العلمي المشترك في الهوية والمواطنة الخليجية، والذي تم تدشينه ليخرج لنا بحصيلة علمية غنية بالمعرفة يقدمها نخبة من الباحثين والمتخصصين في الشأن الخليجي، تركز في فحواها على التربية والمواطنة وتعزيز الهوية الخليجية. سيكون مقره بإذن الله بجامعة الخليج، وسيكون بإذن الله لمدة 4 سنوات. الكرسي الأهداف طبعا هو تشجيع الباحثين وتشجيع استكتاب الباحثين أيضا، وتكون فيه هناك ترجمة للكتب وأيضا حقائب تدريبية بإذن الله. طبعا هذا في تشجيع الباحثين وأيضا لتنمية كل الدراسات. أيضا سيكون هناك فرصة لجميع طلاب الدراسات العليا بكلية التربية بالجامعة ليكون حقيقة مشاركين في مثل هذا الكرسي الهام، ويكون بإذن الله ليس حتى فقط على مستوى الجامعة ومملكة البحرين، بإذن الله سيكون على مستوى دول الخليج العربي. كما يعرف الجميع دول الخليج لديها الحقيقة قيم مشتركة، إيجاد مثل هذه الدراسات يعزز الحقيقة من الهوية والمواطنة، ونعرف جميعا التحديات التي تمر أو يمر بها الوقت الحالي حيث الحقيقة هناك متغيرات كثيرة.
ويأتي التوقيع على إنشاء الكرسي البحثي المشترك بين مكتب التربية العربي لدول الخليج وجامعة الخليج العربي، وتوقيع مذكرة التفاهم بين مكتبة المكتب والجامعة ليحقق الأهداف السامية التي تحافظ على الهوية الخليجية. الكرسي راح يعنى بشكل كبير في قضية أن احنا كيف نشرب الجيل الحالي والنش مبادئ الولاء، مبادئ الوطنية، وكأحد الروافد الرئيسية للتنمية المستدامة في دولنا إن شاء الله. احنا طبعا عشان نحقق الهدف هذه نحتاج إلى العديد من الآليات، وكثير منها راح يكون يعني مركز على البحوث، على الدورات التدريبية، على الدخول إلى المناهج ومحاولة غرس القيم المواطنة والهوية الخليجية فيها، هذا بشكل رئيسي. وأيضا هناك في على الجانب في عندنا قضايا مثل إصدار جوائز وتأليف الكتب وهالأمور، إن شاء الله كلها راح تصب كلها في خدمة الهدف العام اللي هو تعزيز المواطنة والهوية الخليجية في دول مجلس التعاون. وعلى هامش توقيع الاتفاقية تم عقد جلسات متنوعة ارتبطت بالتوجهات العالمية في تدريس المواطنة وسبل إدماج التربية على المواطنة والقيم العالمية المشتركة في برامج إعداد المعلمين في دول مجلس التعاون، فيما تم استعراض تجربة مملكة البحرين في ورشة عمل ترتبط بتعزيز المواطنة تحت شعار بحريننا معاً نصنع المستقبل. هذا الكرسي العلمي يعد رافدا مهما في تطوير المشاريع النوعية والبرامج العلمية المتخصصة لتعزيز الهوية والمواطنة الخليجية من خلال الدراسات المتقدمة التي سيركز عليها هذا الكرسي. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.